بالتزامن مع انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في عدد من بلدان العالم، انطلقت في المملكة العربية السعودية المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح شركتي فايزر وبايونتك. وكانت المملكة تسلمت شحنتين من لقاحات فيروس كورونا وباشرت الحملة فورا على أن تنتقل إلى باقي مناطق المملكة خلال 3 أيام المقبلة. وزير الصحة السعودي الذي تلقى التطعيم ضد كورونا كأول مواطن سعودي أكد أن اللقاح سيتوفر بشكل مجاني للجميع وستكون الأولوية بترتيب الحاجة إليه، وسيتم في المرحلة الأولى تطعيم الكبار في السن، يليهم الأطقم الطبية والحالات الصعبة، ثم سيتم الانتقال إلى باقي الفئات. في أول مركز اللقاحات والذي يوجد به أكثر من 550 عيادة لضمان وجود كمية كافية من العيادات لإعطاء أكبر عدد من اللقاحات، وسوف بمشيئة الله يكون لدينا مراكز لقاحات في جميع مناطق المملكة. وأضاف الوزير أن هذه الحملة ستشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء. يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية أن آلاف الأشخاص بدأوا بتسجيل أنفسهم عبر البريد الإلكتروني للحصول على التطعيم. وتوقع وزير الصحة انتهاء جائحة فيروس كورونا بعد تطعيم الجميع، حيث يتم البدء برفع الاحترازات والعودة إلى الحياة الطبيعية.